نجحت كايلا ويلر التي لم تتجاوز 16 من عمرها في تحقيق أرقام قياسية عالمية، رغم إصابتها بالشلل الذي قد يبقي معظم الناس بعيدين عن المياه. وحطمت كايلا الرقم القياسي العالمي للألعاب الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة بعد أن شاركت في مسابقات بالمكسيك والبرازيل وهولندا. ولدت كايلا من دون رجلين وبذراع واحدة فقط، وبدأت والدتها بتدريبها على السباحة بعد أن نصحها الأطباء بالعلاج المائي. لاعبو السباحة مثل كايلا يتم تقسيمهم حسب مدى عجزهم، ورغم أنها نجحت في التأهل للأولمبياد الخاص في لندن عام 2012، لم تتمكن من المشاركة بسبب نقص المتسابقين في نفس حالتها المصنفة بS1، وهي أكثر الحالات عجزاً التي يمكنها ممارسة السباحة. ولكن كايلا لم تستسلم، فهي نشيطة جداً، كما أنها تلعب البولينج ورياضة التزلج، بل وتمارس أيضاً لعبة البيسبول. وتضيف أم كايلا أنها شجعتها على عمل كل ما تريده، وانتهزت ابنتها هذه الفرصة. وتقول كايلا إنها تحب أن تمثل بلدها وأن تكون قدوة، إنها إلهام للناس داخل وخارج المياه.